الشيطان الرجيم كانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم فهم ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا ويل لكم ولا تقربون قالوا سنراه عنه إلا رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال